الجبهة الاجتماعية تقف على مستوى أكثر من 60 موقع في المغرب وفي أكثر من 60 مدينة في المغرب للاحتجاج ضد الغلاء. وهذا الاحتجاج اليوم طبعا جاء من بعد أنه تبين للجبهة الاجتماعية بأن الحكومة صامة الأذان وما حاولتش أنها تحل مشكل وتحد من الغلاء ديال الأسعار ومن الغلاء ديال جميع الخدمات وعلى رأسها المحروقات. ولهذا اليوم طبعا الذي يوافق السبت 8 أبريل كنحتجوا ضد الغلاء ومازال غادي تكون وقفات أخرى وغادي تكون مسيرات وغادي يكون برنامج حافل حتى يتم الاستجابة للحد من الغلاء. نحن الآن في مدينة بني ملال نحتج أيضا إلى جانب الشعب المغربي ضد الغلاء الأسعار ضد سياسة الدولة المغربية اللي كتغادية بإفقار الفقير وإغناء الغني بضرب القدرة الشرائية ديال المغاربة في جميع المواد الاستهلاكية الخضار اللحوم الدقيق السكر الزيت كل شيء غادي في واحد الزيادة صاروخية. وفي نفس الوقت ما كاين الزياده في لي سالير ديال 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 الموظفين. كاين موسم ديال الجفاف اللي ضرب الفلاحه وضرب واحد المجموعه ديال 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 الانشطه اللي كترتبط بالفلاحه. نسبه البطالات زادت في المغرب كامل. كنشوفوا الهجوم ايضا الشرس على حقوق المغاربه وعلى الصحفيين. كنشوفوا الاحكام اللي تعطاتهم مجموعه من الصحفيين على مستوى المغرب كامل. ايضا الهجوم على مجموعه ديال 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 النشطاء اللي كيتصداو للسياسات ديال الحكومه والسياسات ديال الدوله في جميع المجالات. كنشوفوا ما يقع في التعليم، ما يقع في الصحه، ما يقع في جميع القطاعات ديال الاجتماعيه التي تهم الشعب المغربي وتهم المغاربه. اخر ما كاين هو احراق الذات من طرف شاب في مدينه ولاد عياد اقليم في قيم صالح من اجل مطالب بسيطه ومطالب اجتماعيه بسيطه في مدينة ولاد عياد ولا زال يعاني في مستشفيات الدار البيضاء. كنشوفوا فنان جواد الذي أحرق نفسه من داخل مقر أو ملحقة ديال الوزارة من أجل مطالب بسيطة. أيضا كنشوفوا ارتفاع نسبة ديال الهجرة السرية، كنشوفوا ارتفاع نسبة ديال استهلاك المخدرات، ارتفاع نسبة ديال الجريمة، كلها تنبئ بأن هناك أزمة اجتماعية خطيرة لابد الجميع أن يتقد، لابد للمغاربة أن يخرجوا جميعا للاحتجاج، أن يشددوا الخناق على هاد الناس اللي ياخذون يوما بعد يوم حقوقهم ومقدراتهم. والدليل هو اللائحه الاخيره التي خرجت من طرف احدى المؤسسات الدوليه اللي بينت ان عدد الاغنياء في المغرب ارتفع في عز الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه. الناس اللي لاباس عليهم كيتزادوا بوثائق في فوتو تيفوتوا 2000 مليار وكيفوتوا الملايير ديال 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 الفلوس من الشعب المغربي ومن مقدرات الشعب المغربي. وهذا الشيء خطير. كاين باش يفكوا الازمه، كاين باش يفكوا المشكل. هذوك الناس اللي عندهم الفلوس معروفين كلهم، اللي عندهم الملاير اللي عندهم الملاير منين داروهم في عز الازمه؟ يحيدوا لهم، يقطعوا لهم شويه ويفكوا الازمه للمغاربه، يفكوا شويه ديال الفقر، يفكوا شويه ديال البطاله.